عسلم عسلم لبيس الحمد لله قدمني روحك. انا غايث زرقي من جندوبة. بيكو تحية لأهلي جندوبة. غايث شتعم في حياتك؟ كنت نخدم جوي باهي في تونس هنا. اما في تونس من قبل كنت نخدم في حي ابن خلدون، نخدم لبس عليه اللي عرفوا لي ياكل فيه في حقي. مش تخدم ميكانسيا، ما عادش يخلص فيه في حقي. علاش؟ ما ولا استغلال والوقت ما عادش الخمسة ولا السبعة وكل شيء بالقوة. ولا هكا هو بي. ومن بعد شنو صار؟ وبعد كرهتها خلاص الخدمة، لازم مشيت للبرد. برد علاش؟ حبيت نحرق من قبل رمضان ونجرب. تحكي لي؟ ما كل ديبار ننقص فيها ناكل تريح. من عند شكون؟ من عند الحاكم. وانت تعرف لي غاديك برشا حاكم، يعني علاش تريسكي بحياتك؟ هكا هو، هذاك هو اخر حل. شنو باش تعمل كي تحرق؟ من حاب نمشي غادي نكون مستقبلي هنا. هذه اكبر كذبه صارت في التاريخ. ايه والله لا، والله ربي لا. غادي كما مسكين الشباب والله. هذا الشباب مش عارف، مش عارف خاصه تونس. ليه خاطر بقيتوا تحلموا حرقه ونكون مستقبلي، من بعد تتلفت تلقى روحك صايي في الفوت. هذا انا خمم تونس لا، وكهو تونس لا، هزن الجزائر المغرب اي بلاصه تونس لا، وكهو حاب نمشي كون حياتي في بلاصه اخرى. 24 سنه مش صغيره. صحيح ماكش صغيره، ما انت عندك مشكله ما اكبر من هكا توا. كيفاش انت باش تحكي هالي؟ شنو مش ملي انت توا في الشارع؟ اي نبيت في الشارع ونتصبح ونطلب من عند العباد. قديش عندك في الشارع تاو؟ عندي برسك جماعتين. كيفاش عشتهم الجماعتين؟ هذا التمرميد انت عمرك ما بيت تقبل في الشارع؟ ليه بيت؟ بيت تقبل؟ بيت من 2015 وانا جيت لتونس. صار انت جيت لتونس ما عندك حد في تونس بيت في الشارع؟ بيت في الشارع ديما، انا امنيتي من 2015 نجي ديما نحب نحب. داركم في جندوبة ما تمشي لهمش، ما يسألوش عليك؟ نمشي نروح نبقى شهر شهرين ونرجع. كيفاش نجم تتأقلم بالعيشة في الشارع وانتي مستانس تعيش في داركم؟ ايه عادي والله، نشوفها كلها كيف كيف، نشوف العباد كيفاش عايشين في الشارع. ما وقلنا اخي مش يعني ما نعيش في الشارع، انا عايش كيفهم ونوصل لحلمي هذاك وكهو. وان شاء الله نهار الخميس ان شاء الله ربي يسهل وباش ننقص. ماكلت ريحه بالمتراك من هنا ضربه ومن هنا وهاي البلاصه. شنو حكايه نهار الخميس؟ علاش الكل بنهار الخميس؟ خاطر الديبار يجي نهار الخميس، يجي غريمادي ويجي انفي. زوز بطويات لزوز يجو، فما برشا سكادرات باش تخرج. اي سكادرات هكاك باش تخرج، معناها في بالكم ما فماش امن، ما فماش مراقبه. فما امن، ما واحد يعرف كيفاش يدخل وكيفاش يتخبى وما يعملش الحس. ما يتعدى برشا عباد، انا شفتها بعاني. اول نهار دخلت فيه البرد عديت فيه طفل عمره 15 سنه، اول نهار حطيت فيه رجلي في البرد وقمر على الموت. قلت له ليه ما نعديكش؟ قال لي ليه عاديني، حاطك الموت عادي نورمال. عمره 15 سنه وتعاد. شكون اللي اثر عليكم هكا؟ ما دي الدوله والحاكم، المرفد شديني ما حبوا يعملوا لي قضيه. شنو؟ ما شدوا عندي باسبور باسبور نتاعي، انا مطلع باسبور حبيت نمشي ليبيا قبل. يا اخي ما سالش ربي، ما دبرتش فلوس، بقى ديما الباسبور عندي. شدني الحاكم المره فاتت شاف الباسبور واحد ولت مشكله كبيره وحبوا يدفقوا لي اللي انا حب براك يتعاون، خاطر هم عندها تو ثلاثه جمعيات نتاعي براك وعاون وراس سنترفيل من تالي. شكون اللي براكيهم؟ ما وليت براكو عاون والسيد هذا العاون اللي قال لي يعمل صاحبي ويظهر لي انت، يظهر لي هذا البراكة علي انا. بعديك كيفاش معناها بقيت نشحت وكليت الكف السيت هنا ولا شو اسمه وعملت طلعت ماكش انت؟ طلعت مش هنا، من بعد ما تمرمت وكليت البل.
هيك انت بقى لها مرأة ماذا تلاقي باش ناخذ المريول هذا؟ المريول الاخر ما يتشافش. هاو السروال منزل مسخ وقاعده لاش ناخذ السروال. وعليه ما ترجعش لدارك؟ ليه ليه؟ دونك انت تحب تمرميت؟ هادي نحب نحرق، ما نحبش نتمرمد ونحب نحرق. ما لقيتش خدمه في بلادك؟ هادي في بلادي ما تحكيش عليها خلاص. كي كنت تخدم ميكانسيان وين كنت تعيش؟ هادي كيري. كيري مع وليد. بعد ما كري ياسر وخلص شوي وقلت لك ما قاعد ياكل في عرقي ولا سيفي مخر و هكا ما عادش عينك بالخدمة؟ ما عادش عيني بالخدمة، انا حاجة برك حاطها في مخي يا نوصل لها يا نموت. اللي هي الحرق؟ حرقة ولا موت؟ هذيك هاي حرقة ماهي الجنة راو. انا حاطها جنة قدام، انا حاطها خاطر صحابي وسط، خاطر صحابي توك نشوفهم على الفيسبوك معايا نشوفهم كراهب ولبسه وواحد ما تقولي ما عادش نكلم حد، ما نمشي نعمل قبر وندفن روح. صحابي من كلان الماء والملح مع بعضنا وحرقوا برت حلقه الويل وفما اللي حرق من رادس. قاعدين يخدموا بالحليل غاجي؟ يخدموا بالحليل، فما اللي يخدم بالحليل وفما اللي دخل في دومين اخر. هكا هاو ناكل ما نشوفها كيك ما نزيد نتعقد في راسي. نو امنيتي في الحياة طلب حرق، ما حاجتيش، حتى يعطوني فلوس هنا ما حاجتيش، بعطوني فلوس وقعد عيش هنا ما حاجتيش، نحب نحرق وقتها هاو. هذيك هي الطلبة، خاطر البلاد هذي دمرتني ياسر وتعبت ياسر، كل مرة هو عاملين لي حكاية. هذول جمعتين ولا قديش عندك في الشارع تمرمت فيهم بالقدا؟ مرمت بقدا بقدا، وصلت بالنهارين من كل شيء. ما يعطيك حد؟ ما يعطيني حد. وانتم اللي مع بعضكم في الشارع كيفاش تجيبوا في ماكلتكم ومصروفكم؟ يعطيوكم؟ ما فما اللي حن علينا فما اللي هذيك. بخلاف الماكلة شنو تشريو بالفلوس؟ ما ماكلة دخان هكا هاو. نعم هكا هاو. والله ربي لا نعمل شيء قسما بالله. ممكن هوني تحكي على روحك انت؟ انا روحي انا ما ماكلة ودخان هكا هاو. ما تنجمش تعيش من غير دخان؟ لا ما غير دخان ما نجمش نعيش. علاش؟ ما عنديش دخان ونحب نمشي ندبر باش نكيف. علاش؟ مدمنة؟ ما نام من ثالث ابتدائي بديت نتعلم في الدخان، قسما بالله من ثالث ابتدائي بديت نتعلم في الدخان، من مازلت ناقرة في الثالث مازلت نتعلم في الدخان. عائلتكم الظروف المادية كيفاش؟ الظروف تعبة خلاص، بابا عنده 17 تكسيرة في رجل واحد، تحمل ستيكتا ربي يشفيه، تحمل عرسة تاع تنزيل. شكون يخدم في داركم؟ شكون يصرف؟ طفل خويا وماما. يلوجوا عليك يقولوا لك ارجع ولا؟ يقولوا لي ارجع. ونالا شم لحد ما يلوجوا عليك؟ يلوجوا عليا اما انا ما نحبش نرجع. انا قلت لها بابا حل برك ما حرقه ولا كنت تحبني نقعد ما خذ لنا كهرباء وخلنا نخدم عليه. قال لي فلوسي كهرباء ما عنديش وقلت له مالها حرق وكهو. اوكي ميرسي عايشك.